خلي بال حضراتكم، انت جيت التفاح الاحمر البلدي في مزرعه وادي النطرون اللي حضراتكم بتزوروها دلوقتي كانت ملفته فعلا، والشجر عافي وكل ثمره طعمها احلى من التانيه، والسبب باختصار شديد جدا هو الالتزام الكامل بتعليمات الاستشاري الدكتور محمود عايد. اصل الزراعه ما فيهاش فزلكه، دي علم وصناعه. ان الاوان ان كل مساحات المانجا تتغطى، يعني انت حاطط ده نت جاب المزرعه من اول لاخرها، ده بيسمى تظليل او تظليل بالظبط كده. ده بيكسر حده الحراره او حده اشعه الشمس، وبالتالي بيبقى عندي انا هنا المانجا في الاماكن كلها المكشوفه دلوقتي هتلاقيه مغطي، المانجا الكيد بالذات هتلاقيه مغطي كل الثمار بورق بيدبس الورق. مش محتاج ده هنا، مش محتاج ده هنا لان انا عندي تظليل. خدت بال حضرتك؟ فده بيكسر شده الحراره. ده دي في الاصناف الحساسه وعلى راسهم الكيد. طبعا الـ الـ الاصناف المصريه لا يعلى عليها، ده قولا واحدا، لدرجه لما اكون مثلا في اي دوله عربيه او حتى في اوروبا وتلاقي صنف مانجا يقول لك ده عامل زي العويس المصري، انت شايف احنا واصلين لفين؟ ان الصنف بتاعنا بيقارنوه ان هو ده الاعلى، هو المرجع يعني. ولكن انا بقلق من حاجه في الاصناف المصريه القديمه، اللي هي ظاهره ان الشجره بتطرح سنه وسنه، او انتوا بتسموها المعاومه تقريبا، الترنيت بيرنج او المعاومه او ظاهره تبادل الحمل، دي بتخسر المزارع. دي الظاهره هي طبعا ممكن نقول بتخسر المزارع في السنه اللي الارض طبعاً مش هتشيل فيها. في بعض العمليات والابحاث القديمه كمان مش الجديده ولا حاجه اللي اتعملت ان هي تحد من ظاهره المعاومه. طب انا المفروض اكون مستوفي النسبة السين ريشيو أو الكربوهيدرات للنيتروجين قبل التزهير بشهرين بالضبط أو بثلاث شهور، المفروض أن أنا أحلل أو بأي طريقة ما أن أنا أوصل السين ريشيو في الشجرة تكون مظبوطة عشان يحصل عندي تكشف زهري. دي حاجة. الحاجة الثانية في السنة الأونير بتبقى زي ما حضرتك شايف كده في أطراف المانجا كلها، المانجا طبعا بتشيل على برعم طرفي، فبنلاقي المانجا كلها مفيش فرصة ان انا ادي نموات حديثة او نموات جديدة. فالمفروض ان انا في الحالة دي في البراعم اللي مش شايلة او المكان اللي ما فيهوش زهر ان انا بعمل عملية تقليم بتديني نموات حديثة، الكلام ده في الصيف السابق للنمو اللي احنا فيه دلوقتي، تديني نموات حديثة تستوي على ما يجي فترة التزهير اللي جاي. يبقى انا كده ايه بدي فرصة لنموات حديثة في السنة اللي الشجرة شايلة فيها كتير، بدي فرصة لنموات حديثة تيجي وتشيل عليها زهر في السنة المقبلة. في برضو حاجة تانية اللي هو ان انا باجي في سنة الحمل الغزير، الحمل الغزير اللي هي الأونيير، بدي غذاء كتير جدا للشجرة بحيث إن هي تدي نموات حديثة أكتر، وباجي في سنة الحمل الخفيف بدي نموات أقل لأن كده كده أنا داخل على أونيير، فأنا مش عاوز إن أنا أشجع الشجرة تجيب نموات كتير، هي كده كده أونيير السنة اللي جاية، فأنا إيه بروح مقلل التغذية ومقلل الكلام ده وما بجيش ناحية تقليم شجرة ولا الكلام ده كله، تيجي الشجرة بتبقى معقولة في الشيء. لو الشجرة لو بدأت تعمل الكلام ده في الشجرة سنتين ورا بعض تبدأ الشجرة تنتظم عندك وتدي لك كل سنة محصول. إزاي نوصل في أشجارنا البستانية المانجا الموالح التفاح الأفوكادو وكل الكلام ده لأعلى إنتاجية ونحافظ عليها من الإجهاد اللي تمام بيؤدي إلى فقدان عدد كبير جدا من الثمار؟ تمام. هو طبعا أنا عندي بالنسبة للمانجا لو اتكلمنا عنها، المانجا بتيجي مشكلة الصقيع وبتتأثر بقى الأصناف الحديثة أكتر من الأصناف القديمة مشكلة الصقيع، ماشي. بنيجي بعد كده المشاكل البيض الدقيق واللفحة، وبنيجي بعد كده المشكلة لسعة الثمار في الصيف والكلام ده. كل ده أنت عملت حارب؟ بالظبط. أنا بحارب من أول شهر، يعني بتكلم من سبتمبر، كلها عمليات بستانية وعمليات غذائية، إن أنا ببدأ عندي بظبط غذاء الشجرة وبظبط إن أنا أرش مثلا سلكات، حاجة زي سلكات البوتاسيوم بتعمل صلابة عندي شوية في الورق علشان أواجه كل الظروف دي. باجي مثلا في ظاهره زي البيض الدقيق واللفحه بتغلب عليهم بالتقصير من 1-2 ل 10-2 بكون مخلص المانجا كلها، كل الشماريخ الزهريه اللي طلعت بقصفها كلها. واجي يوم 10-2 اروح راشش حاجه فطريه كويسه واروح راشش مثلا فوسفور بوتاسيوم وتنشيط للتزهير وتبدا تظهر كلها مع بعضها، يبقى عندي سيمتريه، بدخل عندي بتكافح لي بقى موضوع البيض الدقيق والكلام ده كله ببقى متغلب عليه، زائد طبعا البرنامج الغذائي الجيد اللي بيقي الشجره ضد الامراض وضد ضد صور كتير. التصدير، عايزين نحافظ على صادراتنا من المانجا، نصيحتك ايه لكل مزارع للمانجا؟ الجوده رقم واحد، الجوده استعين باستشاري كويس يعمل لك برنامج غذائي كويس يبقى عندك. لان الناس فعلا بتبص النهارده لكميه الانتاج وخلاص. لا، انا النهارده المفروض ما ابصش لكميه الانتاج، المفروض ابص للكواليتي، كواليتي المنتج وليس الايه وليس الكم. طبعا كمان في برنامج المكافحه الحشري والفطري المفروض ان انا معايا بروتوكول الاستشاري، يكون معايا بروتوكول كل سنه بتاع اوروبا والصين واللي هي البلاد اللي هي بتستورد منها كلها، وان كانت الصين يعني من بلد رائده في انتاج المانجا، فالمفروض ان انا يبقى معايا بروتوكول بالمواد المحظوره ان انا ما استخدمهاش، اشوف ايه البدائل الاسمده والمبيدات اللي تكافح الحاجه عندي او تقلل منها، وفي نفس الوقت يطلع المنتج عندي خالي من اضرار المبيدات والاسمده والحاجات اللي هي ايه من شانها ان هي تترفض المانجا في التصدير.